أخبار اليوم. بالمناسبة في عندنا علاقة خاصة جدا أنا ما قلتهاش مع السيدة المستشارة أثناء حوارنا، قلت لها أن في الجيش المصري له علاقة خاصة بشعبه مش موجودة في دول كثيرة من العالم. هذا الجيش هو جزء من هذا الشعب، ينبض بنبضه، يحافظ عليه، ملك لشعبه وليس ملك الحاكم أي حاكم، بدءا من مبارك وحتى السيسي. النقطة دي أنا بقولها عشان تبقى واضحة، لأن أنتم محتاجين تسمعونا وتعرفوا أن اللي حدث في مصر ده أمر عظيم جدا جدا ولازم تساعدوه.